اليوم ما حدث في هذه اللقطة تحديدا شخص لنا حال ما يحدث في ليفربول. اولا انا حزين للموقف ده، انا على المستوى الشخصي حزين قوي، والحاجة دي تؤلمني وتحزنني، لان انا بحب الاثنين، انا بحب صلاح اكتر، بس صلاح غلطان. مهما يكن ده مدربك، مهما يكن ده مدربك، اي نعم بيديك تعليمات مش عاجبه نوعا ما، تصرفك مش عاجبه، لغة الجسد بتاعتك، انما مهما يكن ده مدربك، ده اللي انت وهو عملتوا علاقه الناس بتحلم بيها. العلاقه ما بين صلاح مش علاقه ملعب بس، بره الملعب. فده لا ينبغي ان يظهر قدام الناس المتابعه ولا الجماهير ولا المشجعين، ان الاثنين دول اللي عملوا ملحمه كبيره يوصل بيهم الحال لهذا الحوار. انا حزين على المستوى الشخصي، وانا على المستوى الشخصي الاثنين من اساطير كره القدم، الاثنين على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشخصي نعم. حاجه تفرح، انما الحوار اللي انا شفته النهارده ما بين الاثنين على المستوى الشخصي احزنني. صحيح. وانا زي ما بقول انا بحب صلاح وبحترمه جدا جدا جدا، واخويا يعتبر اخويا الصغير، بس لا ينبغي للاعيب ان يتصرف مع مدربه هكذا. انما ما احزنني الصراحه على المستوى الشخصي صح. اللي انا شفته. سيبك من انت تخسر دوري صحيح. او تخسر نقاط وتخسر مباريات، انما العلاقه ما بين المدرب ونجومه لازم تبقى افضل من كده. حساب النجوم غير حساب الاساطير، حساب النجوم غير حساب الاساطير. الاثنين اسطورتين ولا لا؟ نعم. الحساب مختلف، التفاعلات مختلفه، ردود الافعال مختلفه. على قدر اسمك وعلى قدر شخصيتك الناس تنتقدك وتحاسبك. صحيح. هما الاثنين مثال لكل العالم على المستوى التدريبي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي. لا ينبغي ان يظهر هذه المواقف ما بين الاثنين، لان في ناس الشباب والاجيال بتاخدهم قدوه. صحيح. فيجي يقول لك ما هو الاثنين بيتخانقوا مع بعض، خلاص انا هتخانق مع مدربي. لا طبعا، الصح صح والغلط غلط. ومهما يكن هناك طارق في فاصل ما بين ان المسؤول والمسؤول عليه، في مدرب وفي لاعب. مهما وصل اسم اللاعب لا يتساوى مع المدرب، هناك دايما المدرب بيبقى له الاولويه، احترامه. اخطا تعالى غط اللبس وتقول له انت اخطات، انما مش على العلن. يقول لك النصيحه على الملأ فضيحه، النصيحه على الملأ فضيحه. صح. وعلى المستوى الشخصي انا ما قلت لك، ولا كنت اتوقع من كلوب هذا التصرف ولا من صلاح، انما اللوم الحقيقي على صلاح لانه لعيب وهناك مدرب. فالعلاقه ما بين المدرب واللعيب علاقه احترام متبادل، ومهما يكن اللي اخطا الصغير هو اللي بيستحمل. ومين الصغير؟ اللعيب مش المدرب.